ولئن بحث بعض أهل العلم في أحاديث هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري وتكلموا عن بعض المرويات فيه، إلا أن تلك البحوث التي كتبت إنما هي في أشياء يسيرة قليلة لا يمكن أن يقدح في الكتاب بشكل عام فيها. وأعرض لذلك أمثلة، من ذلك مثلاً الكلام في الأحاديث التي رواها الإمام البخاري، فالإمام البخاري روى في الصحيح أكثر من 7400 حديث، إنما بحث في 110 أحاديث فقط، وأكثر هذه الأحاديث التي تعقبت على الإمام البخاري كان الصواب مع الإمام البخاري وليس مع من تعقبه فيها، وما كان الصواب فيها مع غيره كان للرواية التي رواها الإمام البخاري روايات أخرى تعضدها وتشهد لها. وهكذا أيضاً فيما يتعلق بالرواة، فإن الإمام البخاري روى عن 1700 راوٍ سواء من شيوخه أو شيوخ شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم في أكثرهم، إنما تكلم في 80 راوياً فقط. وكثير من هؤلاء الرواة الذين وجد فيهم شيء من القدح أكثر أهل العلم على توثيقهم، ومن استمر التضعيف له نوادر بعدد أصابع اليد، ومن روى عنهم الإمام البخاري من هذا الصنف لم يروي عنهم على جهة الانفراد، وإنما روى عنهم على جهة المتابعة حيث وجدت متابعات لهم أو رووهم متابعين في تلك الروايات لغيرهم، مما يدلك على أن هذا الكتاب مع كثرة التعقيب عليه ومحاولة البحث فيه إلا أنه لم يوجد فيه شيء يمكن أن يتعقب به على ذلك الإمام. ثم إننا إذا نظرنا في كثير من دعاوى أهل العصر ممن افتتنوا فيما يتعلق بهذا الباب حيث تكلم بعضهم في الصحيح، نجد أن كلامهم لم يكن مبنياً على أسس علمية، ولم نجد أن كلامهم ينطلق من منطلقات بحثية حديثية، وإنما هو مجرد كلام مرسل لا دليل معهم عليه، ولا يسندون كلامهم إلى شاهد يدل على صحة كلامهم أو يدل على أن لكلامهم شبهة أو تأويلا يمكن أن يستند عليه. ومن هنا فإن الله جل وعلا يقيض لهذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري من يقوم بنشره والعمل عليه ويقوم بتيسير روايته والقيام بشرح ألفاظه ليكون ذلك من أسباب انتشاره في الأمة. ولذا فإن طائفة من أهل العلم قالوا بأن الإجماع منعقد على أن ما رواه هذا الإمام فإنه مقبول، والإجماع حجة شرعية يجب العمل بها كما ورد ذلك في عدد من النصوص التي دلت على حجية الإجماع، من مثل قوله جل وعلا ومن يتبع غير سبيل، ومن مثل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ومن مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، مما يدل على أن الأمة إذا اتفقت على شيء لزم الأخذ
بما اتفقت عليه هذه الأمة.